ما أجمل الماضي وعبقه الجميل وإعادة استحضاره ليجسد جزءاً من تراث حمص. ففي شهر رمضان من كل عام يحرص المختصون بصناعة الحلويات على إعداد أكلة التمرية التي تشتهر بها حمص منذ عشرات السنين. طبعاً نحن بمحافظة حمص مشهورين بأكل اسمه التمرية. طبعاً من 70-80 سنة أجدادنا بيشتغلوها، أبهاتنا وأجدادنا بيشتغلوها. طبعا هاي تراثنا. نحن قبل بيوم طبعا في عنا تحضير عجين، بنعجن العجين طبعا طحين وزبده وسمنه، والعجين بتتقطع بتتسمن بتنسحب، بعدين بتتعبى اللي بدك اياه، بدك ساده مثلا ما تتعبى شيء، بدك قشطه، بدك عجوه. وثاني يوم مباشره نحن بنبلش نشتغل فيها، بنقدمها من الساعه 2 لعند المغرب تماما. هي عباره عن عجينه فطائر محشيه بالقشطه او التمر او من دون حشوه، والتي يتم قليها حتى تاخذ لونا ذهبيا، ثم تغطس بالقطر وتصفى وتقدم طازجه الى الزبائن المقبلين على شرائها. جاي ناخذ تمرية هاي برمضان، مشهورين نحن فيها الحماس، نستناها من رمضان لرمضان. اكلي مشهوره فيها حمص، تراثيه، فيك تاخذيها مثلا ساده، فيك تاخذيها مثلا بقشطه بعجوه بتنعمل كثير طيبه. جاي اخذ شويه تمرية، هاي اكلي شعبيه حمصيه، وبرمضان على طول الصائم بيشتهي كل شيء. والله جاي اخذ تمرية، هاي شغلات بتنعمل بس برمضان وعند الاولاد بيحبوها، فجاي اخذ منها، وعقبالك السنة تظلوا بخير إن شاء الله. تعيش مدينة حمص أجواء رمضانية بامتياز، ففي كل بضعة أمتار هنالك ركن لبيع المشروبات والحلويات الرمضانية، ولعل التمرية هي الأكثر إقبالا وشراء من قبل المواطنين في الشهر الكريم. من حمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية.